مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا جدا، خاصة للي موجودين في كندا. تابعونا بعد الفاصل وححكي لكم عن الموضوع. بس قبل ما نحكي، في سؤال سألوني يا ناس كتير، ليش ما بيوصلهم تحديثات من القناة؟ القناة أو أنزل كل يومين يوم بعد يوم فيديو جديد. فالناس اللي ما بيوصلهم التحديثات، السبب الوحيد انهم مش عاملين سبسكريبشن. اللي مش عامل سبسكرايب ومش حاطط ضغط على الجرس تبع التنبيهات ما بيوصلوا كل جديد. فاعملوا هاي الشغلات، اعملوا لايك، بتدعموا قناتي وبتساعدوني اني استمر في المحتوى. حوالي 90% من اللي بيحضروا القناة للأسف مش عاملين سبسكرايب، بس هدول الناس مش عم بوصلهم كل اشي جديد. فاذا حاب يوصلك كل اشي جديد، اعمل سبسكرايب، اعمل ضغط على جرس التنبيهات، اعمل لايك وساعدني واعمل شير، ونراكم بعد الفاصل. طبعا اليوم نحكي عن شغلة الباركينج او ايقاف السيارة. انا عملت فيديو كامل عن وين توقف السيارة وين ما توقف السيارة، وحاولت اني اشرح كتير امور، خاصة حكينا انه الريجوليشن بكل مدينة بيختلف عن المدينة الثانية، ويعني في حياة خاصة في التلج. يعني هلا اليوم احنا درجة الحرارة 32 تحت الصفر، بس سبحان الله السنة ما عندنا تلج كتير، ما في تكويم. لما يكون مكوم التلج ما بتشوف اصلا انت الاشارات، بتكون احيانا ارتفاعها اكثر من الاشارة متر ونص مترين. فهاي بتعيق انا مرة رحت على هاليفاكس ووقفت سيارتي وما شفت الميتر تبع السيارة، لانه او شفته لكن ما بتقدر توصل له لانه تلج، يعني جبل تلج حواليه. فجيت لقيت مخالفة، فرحت على السيتي بقول لهم يا اخي انتم مخالفين لي، وصورت لهم السيارة وصورت المكان. قال لي هاي مشكلتك كيف توصل هذا يا اخي. طب انتم مشكلتكم كنت تنظفوا التلج. قال احنا ما عندنا كروز وما عاد يتحججوا. المهم يعني دفعناها وامرنا على الله. فموضوع الباركينج طلع مشكلة كبيرة، مش بس في مدينة أوتوا، طلع في كل المدن الكندية. حتى في برنامج عاملينه قناة السي بي سي اللي هي القناة الكندية عن هذا الموضوع، وطلع في شغلة اسمها ترابز، باركينج ترابز. يعني بكون حاطط لك مسموح الوقوف بس هو فعليا ممنوع الوقوف، لأنه في قدامك مثلا تبعت الحريق، هاي شو بسموها الهايدرنز تبعت الحريق، اللي ممنوع، اللي لازم تكون بعيد عنها 3 متر. طب انت ليش حطت لي هون مسموح الوقوف؟ بقول لك يس مسموح الوقوف، لكن لازم تنتبه لموضوع المطفاية الحريق هاي. فالموضوع طلع انه كتير كتير مشكلة، وخاصة بيحكوا في هذا. انا حط لكم الرابط تبع عشان تحضروه كامل اذا بتعرفوا انجليزي، رائع جدا هذا البرنامج، خاصه في البيلدينجز. في بقول لك البرايفت باركينج كومبانيز، هذول اللي عم بيعملوا يمين وشمال عم بحطوا التيكتس للناس. تيكت 40-45 دولار في 35 بعض المدن، كل مدينة بتختلف. حكينا احنا الريجوليشن تبعت الباركينج هي تابعة للمدينة مش تابعة للمقاطعة او للحكومة الفيدرالية، فكل مدينة لها ريجوليشن خاص فيها. فلازم تروحوا على الموقع تبع المدينة وتشوفوا الباركينج ريجوليشن في المدينة اللي انتوا عايشين فيها عشان ما تاخدوا اي تيكت. يعني بس حبيت اذكر في الموضوع. سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.